مشاعرنا اولا ان الكمبيوتر قال ان احنا هنتغلب 7، وفي ناس تانية قالوا 8، وتلات على العالم كله، هولندا بطلة اوروبا مع مصر، يبقى النتيجة هيبقى في 7 اهداف ضد مصر. وكنا رايحين يعني كنا رئيس الجمهورية اجتمع بينا وقال لنا مش عايزين نتفضح، يعني نتغلب 3 نتغلب 2 بس مش عايزين نتفضح. ما نرجعش لكم كده؟ اه والله. كان الكابتن جوري قال كلمة جميلة جدا واحنا نازلين الملعب، يعني اول احنا داخلين الأوضة شفنا لعيبة هولندا ما شاء الله، يعني انا بعتبر نفسي طويل قوي، طلعت القزم عواميد بالنسبة لي نور. والله جامدين جدا. فكابتن جوري ما وقفنا نتفرج عليهم، راح مدخلنا الأوضة قبل ما ننزل بالظبط، قال لنا دلوقتي عايز اقول لكم كلمة حلوة، انتوا هتلعبوهم، والدتك والدك دلوقتي في البيت بيتفرجوا عليك، اهل حتتك اذا كان لك زوجه مراتك، جمهور مصر بيتفرج عليك، كلهم دلوقتي بيتفرجوا عليك، يا ترى امك وابوك ومراتك وابنك هينزل كاسر راسه ومش قادر يبص الناس عشان انت فضحته، ولا هيرفع راسه ان انت هترفع اسم مصر فوق، مش تتفرج عليهم على لعيبه هتلاعبهم دلوقتي. خلانا واحنا قاعدين عايزين طبعا نلعب دلوقتي، فكل واحد حاطط في مخه ان امي وابويا هتنزل، ابويا يروح الشغل ازاي، يا ترى هيستخبى من الناس، ويسمع ايه امي بقى، هتنزل السوق ازاي، يا ترى هتجري من ورا جيرانها، هتنزل الساعه 2 بالليل عشان كلهم نايمين. يعني اللعيبه بيتاثروا براي طبعا الشارع العادي طبعا طبعا. الجمهور بقى المصري هيرفع راسه على مستوى العالم كله، ولا هيبقى يقول احنا خسرنا 7 و5 خصوصا وكده. الناس كنا الملعب كنا هولندا بس، واحنا نازلين بقى، فانا كنت نازلين طابور، كنت انا الكابتن اول واحد، مش عارف اللقطه دي موجوده ولا لا، مش عندي. عندك على فكره انا فتحته عشان اديكم، عشان بس ممكن خلاص افهم. لا لا مش كده. طيب فالمهم ايه، جيت واحنا نازلين، فهم نازلين جنبينا، فانا لقيتهم طوال قوي ونازلين الملعب، فقلت لشوبير، شوبير كان ورايا، كان حارس مرمى وراه ابراهيم حسن، هاني رمزي، شامية، كان كلهم طوال، فلقيتهم مصارين قوي، فقلت له يا شوبير قول لي اللي وراك، قول وراك، قول اللي وراك، نمشي على ترتيب صوابعنا عشان نبقى طوال، نعلى شويه صغير قدامه بجد. انت ورا بتتكلم بجد مش بتهزر؟ اه والله نعلى شويه عشان واحنا نازلين نبقى برضه لينا هيبه. لا مارادونا قصير يا كابتن، مارادونا يعني كان احرف لاعب، بس مارادونا بيلعب في الارجنتين واحسن لاعب في العالم، ان احنا لسه مصر لسه داخلين في نقطه صغيره في وسط انا قصدي مش فما. واحنا بنقول السلام الجمهوري، كان نفسي اللقطه دي تيجي، كان الاستاذ طه هيجيبها، كان وشنا كله متاخد يعبر عن السؤال بقى. الخضه انا اول مره وانا بشوف نفسي العظمه دي باينه قوي، مش عارف ازاي، ما انا عمري ما أحمد هي برزت ينفع لوحدها من كتر العصبيه. احمد سداغي من جوه بانت، ايه ده في ايه؟ انا لما بشوفها بقول ايه ده، احنا كنا مرعوبين ليه كده؟ كنا مرعوبين مرعوبين. بتلعبي بطل اوروبا. بس اللي على فكره ده حاجه صحيه. فاحنا كنا لغايه من ركابنا لغايه الشراب تحت لغايه كعب رجلنا كان منمل، كان منمل، مش حاسين، حاسين احنا طايرين ومش عارفين نتحكم في رجلنا. اول 5 دقائق، بعد اول 5 دقائق لقينا نفسنا بنلعب زيهم، خدتوا الثقه واحنا احسن، واحنا اللي رحنا للجول اكتر. يعني مثلا شوبير مره قال لي يا جيمي انا خايف، قلت له خايف من ايه يا شوبير، ده احنا برضه لعيبه كوره. قال لي واحد لعيبه كوره، بس عندهم واحد لعيب اسمه كومان، كومان ده كان مشهور في اوروبا ان هو بيجيب جوال مثلا من نص الملعب بالشوط، فبيشوط جامد جدا بتدخل جول لو هي ايه يعني بتغير اتجاهه وكده. فقلت له خايف من ايه؟ قال لي خايف من كومان. قلت له ماله؟ قال لي ممكن يشوط شوطه من ليبيا تدخل فيها جول. قلت له يا شوبير مش الدرجات دي. قال لي والله خايف، كومان ده شاط 3 4 كور على شوبير صدهم حلو جدا. بعد ما شفت له شوبير انت بقيت كويس هو يعني؟ قال لي ما كانوا بيقولوا عليه جامد قوي، بيقول ده مش جامد ولا حاجه. والله طلعنا احسن منهم بكتير، طلعنا عملنا كوره عليهم لحد دلوقتي بقى ماتش هولندا هو الفاكهه بتاع مصر لحد دلوقتي. طب الخوف ده يا كابتن.